مساء النور والورد، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج على الوتر. ضيفي اليوم هو فنان قدير وعلم من أعلام الغناء في البحرين والخليج العربي ككل، بشوش ودمة الأخلاق، ومؤمن بأن الفنان لابد أن يكون قارئ مثقف قادر على الحوار في مختلف نواحي الحياة إلى جانب فنه. هذه الأعصاب لدرجة ما أقدر أوصفها ما شاء الله، لكن بعون الله اليوم بنحاول نطلع من هالهدوء، وأوعدكم إن شاء الله راح تشوفونا بصورة مختلفة عما تتوعري. الفنان القدير أحمد الجميري شرشني اليوم. يا هلا وسهلا، ومساء الورد والفل والياسمين. الله يحفظك يا رب. مضحكك ها موضوع البرود؟ اي طبعا، لا برجع له انا ضروري برجع له، ناويه. وعدنا الساده المشاهدين اليوم بحلقه مختلفه، مستعد؟ مستعد. يلا. مشوار حافل بالعطاء وبالابداع، مشوار فني طويل جدا وخبره واسعه. اذا حبيت اليوم من حضرتك انك تختصر لي اياها في كلمات، هذا المشوار تختصره لي بكلمات يا ابو خالد. هو مشوار طويل، ابتدأ من حب الغناء والموسيقى إلى علم الغناء والموسيقى إلى التبحر في تراث الموسيقى وتراث الغناء الشعبي وتراث عمالقة الفن العربي في الوطن العربي، وجمعت كله خلال مسيرتي ذي في شخصية أحمد الجميري. والنعم سبعة أنعام. ولكن أنا حابة كلمات تصف فيها مشوارك الفني وتاريخك الفني الطويل. كلمة واحدة ممكن. حب. حب. الله. دائما يا أبو خالد ما نسمع من كبار الفنانين تنهيدة طويلة لما نتكلم عن الفرق بين الفن أول والفن اليوم. نعم. برأيك، وطبعا حضرتك على رأس قائمة كبار فنانين في البحرين والخليج مثل ما قلنا من شوي، برأيك شنو هو هالفرق؟ هل هو فرق إيجابي ولا فرق سلبي بين الفن أمس واليوم؟ والله هو مو بسلبي، ولكن يعني الفرق بين الفن، يعني عمالقة الفن قبل والآن، أن عمالقة الفن قبل كانوا ينهلون من التراث الموسيقي ومن الموسيقى العالمية ومن معالجة المقامات العربية بأساليب مختلفة عن اللي سووها اللي قبلهم. نعم. يعني فبذلك هم يطورون المستمع العربي إلى أنه يسمع موسيقى جديدة، تكوين جديد للموسيقى، كذلك يختارون كلام قوي يعني يخدم المجتمع ويخدم الفكر ويخدم الثقافة. يعني الكلمات اليوم تقصد تقول انه مو بقوة قبل؟ مو بقوة قبل لا. يعني قبل الكلام مو بكله حب. يعني حتى من خلال الحب في ادب. يعني خلينا نقول الغناء العمالقة الكبار اسمه ادب. ادب الغناء. نعم. يعني غناء ادبي. اما اليوم فكله يعني سطحي، مجرد للتسليه، يعني للترويج. كله اليوم؟ مو بكله، انا قلت معظمه. نعم. ابو خالد، هل تصف نفسك على انك انسان محظوظ او غير محظوظ؟ انا محظوظ الحمد لله. الله. ما شاء الله. شلون قيمت نفسك على انك انسان محظوظ؟ اكيد في تجارب في حياتك. انا شوفي، الانسان المحظوظ هو اللي يعني يقدر يعمل في مجال يحبه. في المجال اللي هوايتي فيه يعمل فيه. فأنا طول عمري عملت في الموسيقى والغناء من خلال غنائي وتلحيني وعزفي، ومن خلال كذلك عملي في وزارة الإعلام ووزارة الثقافة. جميل. أبو خالد، الفنان عادة ما يكون مرهف الإحساس، سريع التأثر بأي شيء حتى وإن كان شيء عابر. نعم. البرودة حين شلون؟ شلون حضرتك قدرت أن أنت توافق بين الأمرين، بين الإحساس المرهف اللي حضرتك تملكه وبين هدوء الأعصاب العالي جدا؟ يعني أنا كل ما أكلم أحد من المقربين قبل الحلقة، نعم، هم قالوا لي كل واحد راح في صوب معلومات في صوب، لكن كلهم اتفقوا عن نفس النقطة، إن شنو التكنيك؟ هو ما في تكنيك، هو ثقافة. اي
هو أنا من وعيت يعني وحبيت الغناء، والدي عنده كتب شعر، كان يحب الشعر وعنده كتب شعر. نعم. وانت عارف الشعر العربي القديم كله تجارب ونصائح وأمثال. فأخذت من الأمثال ذي والنصائح والتجارب، يعني أخذتها وسيلة لحياتي. فأخذت بالنصائح وبال يعني كيف نعمل وكيف نأدي عملنا وكيف إن إحنا ما يضحك علينا الزمن وكيف إحنا نهيئ نفسنا نكون مستعدين لأي شيء يصير. جميل. لأن الحياة فيها الزين واللي مو بزين. أكيد. نكون مستعدين للزين واللي مو بزين يكون ما نتأثر. زين جميل. على طاري لكن هو في ليفلات، لأن أبو خالد لا ما شاء الله أنت في الليفل العالي. الحمد لله. ما شاء الله. الحين على طاري هدوء الأعصاب، تذكر لما كنت في أم الدنيا في مصر وصارت هزة أرضية إن شاء الله تنذكر ما تنعاد، الناس دبيج في الشارع مراكب، أبو خالد في البلكونة يشرب شاي، شلون؟ إيمان إيمانا بالقدر. أنا لو حولت تحت بالطب العمارة بعد علي كلها واحد، أنا بعد شلاء راكب. بس في ردة فعل بديهية في البني آدم، أشوف في زلزال ما يقدر يقعد، يعني يركض يتحرك يعني ياخذ بالأسباب. سبحان الله مري شلون، والله ناس من ربعي بالوزار كذا وبرا في شارع وانا مش فيش فيهم انت قاعد هزك هزك. مو مهم اللي ايش فيهم ترى، هو الطبيعي انه يركض. لا اذا تفكرين فيه انت، وهو يركض على الدرج اذا ضحت العماره خلاص مثلي بعد شلون اركض. زين من مصر الى الكويت. ايه تذكر لما كنت في الكويت لتسجيل اوبريت غنائي؟ ايه أبي أعرف شنو شعورك تجاه الهليكوبتر اللي كانوا يصورونك منه، بعرف القصة. القصة إن إحنا كنا نسجل أوبريت لمجلس التعاون، كان في اجتماع لقادة مجلس التعاون في الكويت. نعم. وإحنا مع التحضير رايحين نسجل أغنية أوبريت، كل واحد يمثل دولته، أنا أمثل بحرين. البحرين. نعم. وعبد الله بالخير الإمارات وعبد المجيد عبد الله السعودية ونبيل شعيل، أسامي كبيرة طبعا. إي ورايحين التصوير، فالتصوير رسموا لنا في البر خرطة الكويت بالأخضر ذي مال الملاعب. أي. الحشيش اللي من الرش بلاستيك. لا بلاستيك. ها بالبلاستيك بلاستيك فرشوه قصصوه برشوه سووا خرطة الكويت. حلو. أول واحد من الإمارات حرف الألف، ثاني واحد من البحرين أنا. حطوا كل واحد تحت علم بلاده، حاطين حطب كذي 1 2 3 4 وعلم البلاد فوق، ارتفاعه تقريبا متر ونص مترين. والطيارة هليكوبتر من طيارات الجيش القوية، حتى كنا جايبين لنا أكل كله فيه ونقعد ناكل فيه ونشرب وكذا. قال المخرج يلا الحين بصوركم. زين. طار بالطياره ويصورنا من بعيد. عقب قالوا لنا كانت الطياره ترى بتنزل على كل واحد، يعني بتوقف فوق تاخذ لقطه جريبه. تاخذ لقطه جريبه، فخلوا بالكم من اللبسينج. اوكي. جات عند مال الامارات صورته. كان عنده مسافه، لانه هو مني وانا مني مثلا. صوره من ذي الصوب كذي، لما يجي عندي انا الظهر ما عنده مسافه، فقال بانزل اكثر، نزل اكثر. هذه ما ادري شو اسمها والله، يعني طياره العوده ذي الامريكيه. اي ما نزل انطوت هذه مال خرطه الكويت، انطوت وبس ما وعيت. انا شالتني فوق، شالتني فوق وطبيت بس ما ادري. ما ادري الا بسيارة الاسعاف. واسم الله عليك، اسم الله عليك. اي والله. اشمعنى انت؟ لا للحين مكسور. ما تشوف شر يا رب، بس اشمعنى انت؟ حظي. المصور حباك. يمكن ابو خالد قلنا في المقدمه ان حضرتك قارئ نهم، يعني تحب القراءه بشده وتقرا في مختلف المجالات. صحيح. تقرا في الادب، في الشعر، في التاريخ، حتى في علم الطاقه مؤخرا. علم الطاقة. أيه نعم. صح. الطاقة. أيه. الإيجابية وكذا. صحيح. إنزين، شنو أكثر العبارات أو الحكم اللي قريتها واعتبرتها أكثر تأثيراً في حياتك اليوم؟
تعلمت أن عند كل إنسان قيمة عليا. وأنا القيمة العليا عندي الموسيقى والغناء. فلازم القيمة العليا هذه يحترمها احترام خاص وما يفرط فيها ويدرس كل جوانبها علشان يقدر يبدع في شيء هو يحبه ويقدمه لمجتمعه وللناس. جميل، لكن هل في حكمة أو عبارة معينة أثرت في حياتك من قريتها ورسخت في ذهنك؟ حكمة؟ حكم وايد وايد حكم. من شعر الإمام البصيري. نعم. لازم تعرفين شلون تربين نفسك. يقول والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. يعني نفسك تقدرين تعلمين أنت. نعم. لا تقولين والله ما أرضي، كبرت الحين وتعلمت نفسي على كذي ما أقدر أغيرها. تقدرين تغيرين. جميل. تفطمينها عن الأشياء اللي مو زين. جميل، وايد حلو. العصفورة قالت لي، أو أخوك عبد الله، خلينا نقول أخوك عبد الله، قال لي إن أنا يعني أحمد الرقاد عنده يعني في مخباه ما ينشره، يعني دقيقة واحدة يقول لي النودة في مخباه أخوي، يعني دقيقة واحدة ما توعين له رقد. ويقول لي إذا ما تصدقيني ذكري في مباراة الأهلي والزمالك اللي رقد عنها يومين ولا وادم ينطرون. لا هذه غير عادي. شو السالفة؟ هذه سلم الله يوم خميس. اي الشيخ عيسى بن راشد احييه بعد، نوجه له كل تحيه. اكيد تحيه. الشيخ عيسى بن راشد كان موجود في القاهره. نعم. وقال لي انا باكر بروح مباراه الاهلي والزمالك. اي قلت له زين زين، ما دام بتروح بروح وياك، كانوا يدخلونك المنصه وكذا بروح وياك. وكان عندنا الربع حسن كمال وعبد الواحد درويش ورحمه الذوادي، كان مر شيء مؤتمر عن التلفزيون. نعم. ورحنا عندهم شقه مره شنو والله، وسهرنا ما طلعنا الا 5-6 الصبح. اي وانا بروحي في البيت رحت رقت. الحين قاعد تعطيني تبرير ان انت رقت عنهم ان لان سهرتوا. اي سهرنا. اي لا شوفي اه. اي قمت من النوم صبح. صبح توني راقد قعدت الصبح الحين شلون شو اسال اليوم شو اليوم الحين؟ طلعت من البلكونه وسالت هاي اللي يجيب الجرايد مرتين. اي شو اليوم؟ قال اليوم السبت. اوه ايش طلع عن المباراه؟ رقدت من الخميس عبر الجمعه كلها للسبت. لا لا زين، يوع عطش ما في مشكله ولا عطشان قايم ولا شيء، الامور طيبه. وليت والع بعد من يوم الخميس. إلى أبو خالد الأب والجد. نعم. إلى والد خالد وحمد ورحاب ومي، الله يخليهم لك يا رب. الله يخليك تسلمين ويخليك على راسهم إن شاء الله. اليوم يبا إلى أي مدى حضرتك راضي عن أبنائك، راضي عن ما استثمرت فيهم وعن التربية اللي ربيتوها حضرتك وأم خالد، الله يخليها لكم. تسلمين. والله الحمد لله، يعني ربيتهم تربية بما يرضي الله وما يرضي ضميري، والحمد لله كلهم يعني ما شاء الله، يعني كل ما ادخرت أنا من خبرة في الحياة ومن حب للقراءة والتعلم وكذا، علمتهم إياه من وهم صغار. وعلمتهم حب الاطلاع وحب المناقشة وحب الاكتشافات وكذا، الحمد لله هم الآن ما شاء الله عليهم. الله يخليهم لك يا رب، وظل دائما رافع راسك فيهم. تسلمين. بخالد عندنا مفاجأة. هالمفاجأة هي قالت لي إن هي لا تحب تطلع في التلفزيون ولا على كلامها ولا تعرف تتكلم عدل في التلفزيون، لكن ما قدرت من حبها لك ما قدرت إلا إن هي تشارك معنا اليوم. معنا مشاهدينا عبر الهاتف الدكتورة رحاب الجميري ابنة الفنان القدير أحمد الجميري. أوه. مساء الورد. مساء الخير. دكتورة شلونك؟ يا هلا يا مرحبا اختي، شلونك؟ الله يسلمك. الوالد وايد مصدوم ترى ان انت قاعده تتكلمين اليوم. هلا رحاب. يسعد مساك يبا. هلا يبا شلونك؟ الله يسلمك الحمد لله. هلا هلا بيش. دكتوره اليوم مش حبيت تقولين عن لسانك ولسان اخوانك الى الوالد امام الملأ، تفضلي. اول شيء احب اشكر البرنامج وتلفزيون البحرين على اعطائي هذه الفرصه.
واجب، علشان أوصل شكري وامتناني لك للوالد يعني من خلاله. سلمين. سمي حبيبتي، واجب. سلمك. أحب أقول لك يبا بالنيابة عني وعن إخوان، شكرا على كل شيء سويته لنا. هذه واجب علي. الله يخليك يبا، أنت اللي علمتنا القيم والمبادئ في الحياة والاحترام والتسامح وحب الناس ومساعدتهم، وطبعا زرعت فينا بعد من صغرنا مثل ما تفضلت الحين من شوي حب العلم والثقافة. وخليت عندنا دائما طموح أن نكون أفضل. كان على فكرة الوالد دائما يشجعنا على القراءة والاطلاع في جميع المجالات، يعني في العلوم والفلسفة. نعم. مو بس الموسيقى. نعم. وطبعا عودتنا على سماع الموسيقى الراقية من صغرنا. صحيح. فصرنا الحين كبرنا صرنا نتذوق الموسيقى والفن الراقي، ما يعجبنا أي شيء. صح. نعم. طبعا والأهم زرعت فينا حب الوطن، تربينا على أغانيك الوطنية اللي فيها طبعا معاني قوية في الأصالة وحب البحرين. وهذا الشيء علمناه حتى حق عيالنا الحمد لله. حبيت أقول لك يبا أنك أنت دائما بتبقى مثلنا الأعلى وقدوتنا في الحياة يا صاحب القلب الكبير. الله يبارك فيك. الله يخليك لنا وتبقى دائما فخر وذخر للبحرين. أنتوا الخير والبركة، ومثل ما قلت أنا في غنيتي وطني يا روض الخليج النادي، أقول الله. أقول حق بلدي لو رحت عنك أكون في أولادي. الله يطول بأمرك إن شاء الله يا رب. الله يطول بأمرك ويخليك على راسهم إن شاء الله يا رب. ومبين التربية اللي تفضلت فيها من شوي. الله يخليك. مشكورة دكتورة رحاب. دكتورة رحاب الجميري، شكرا جزيلا على مداخلتك حبيبة قلبي. شكرا. شو تحب تقولي؟ شفت؟ اي والله اشتغلت عليها انا امس، كل شويه تكلمني تقول لي زين شو اقول بعد كل شويه تكلمني تقول لي انت متاكده تبيني اطلع زين شو اقول؟ لا ما اقدر. ترد تتصل، لا اوكي بتكلم. لان هي قالت لي، والله قالت لي انا ما اعرف اتكلم ولا اعرف ارتب كلام، بس من حبي لا ما اقدر اقول لا، ولازم اكون موجوده. واحنا لو شنو بنسوي لك يعني؟ انا ساعات تكلم بالتلفزيون في التليفون تكلمني، منبهة عليها، ذبحتها انه ما تقول. منبهة عليها ما تقول لك. زين يبا، على طاري زاد فضلك، على طاري عيالك ويا معاتي عيالك، انا عندي سالفة. شلونك مع الطباخ اول شيء؟ الطباخ احب اطبخ انا ساعات. والاقبال شلون على الطباخ؟ الاول كنت اطبخ وايد، احب الطبخ اول. اي الحين بعد احب، بس يعني مو مثل قبل. زين الاقبال على الطبخة شلون يكون؟ اقبال وايد يحبون طباخ عيالي، وايد يسوي لهم اشياء. اي خاصه للحين. أي. يجيبون عيالهم ساعات يتصلون فيني يوم الجمعه ويوم السبت يقولون نعم. بني نتريق عندك، سوي لنا بيض وطماطم. الله. بيض الطماط اللي اسوي. الله. اي والله. عاد تقول لي رحاب مره. إيه؟ تقول احنا وايد نحب طبخات الوالد، ويسوي لنا طبخات كذي اليت، تقول لي يعني تحسين تاكلين اكل مال فنادق وكذي اشياء كشخه. صح. يقول مره ابتكر لنا طبخه، تقول عفوا مره ابتكر لنا طبخه وحطاها على السفره في يمعة يوم السبت. إيه؟ يقول تقول واحنا ما اكلناها، وكان يعصب علينا وش الكل. إيه؟ انا بعرفه السالفه. إيه؟ قول لي إيه شنو الموقف اللي صار في يمعة عيالك يوم السبت؟ واحده من اليمعات هذه سلمت الله، سويت لهم طبخة. هما ما يحبون، معظمهم ما يحبون اللحم. اي سويت لهم دياي وربيان و أظن أم الربيان أو شيء، وسويتها بخلطة، حطيت أحط فيه نوع من الفواكه يكون يعطي شوي سكر وما أدري شنو. اي هما افتلشوا وإني توهقوا ما عرف. يوم طبخت وطلعت روحي وسويت وعديت، بس اقول مدك السلطه اللي ما صارت والخلطه ما وعيت الا جايبين قباقي بظن وربيان وما ادري شنو من مطعم. انزين جايبينه وحاطينه كذي، قالوا يبا احنا نبي ناكل من ذي. قلت لهم هاتوا هذه، تبونه تاكلونه باكر او تعيشون فيه. الحين هذه ما عندكم، اللي يبي ياكل اللي ما يبي برا. اللي ما يبي. ايش ليش ذي؟ انا قاعد اطبخ من الصبح ومن امس قاعد احضر وبسوي وكذا. هم لانه ما عرفوا الحين هذه مالح ولا حلو ولا سويت ولا فوق.
لا كلو عقب تحت هذه السلاح وين ما بينطردون كلو بالقوه وعطيتهم دي عقبتنا لما كلو من دي شوي عقب تبوا يتعودون على الاكل مال برا و... بخالد تسمح لنا في وقفه موسيقيه لثواني مع الاخ والصديق علي العليوي من بعدها راجعين لثاني فقرات على الوتر. حي علي حي الله علي تفضل. الفقرة الثانية من على الوتر التقينا في الناس بشكل عشوائي وسألناهم من هو الفنان أحمد الجميري بالنسبة لهم وكانت الإجابات في التقرير التالي. اسمح لنا أبو خالد نشوفها معاك ولا نعاودة؟ تفضلوا. والله أحمد الجميري إحنا عندنا من عشاقه من زمان ومن فترة طويلة وهو كان يعني حقيقة أغانية أخي فيها تناغم وفيها لحن حلو جميل بس انقطع مدة طويلة ما ادري ما حاول يجدد يعني ما لقى الكلمه الطيبه ما لقى اللحن الطيب مع انه هو يقدر يلحن له يعني وممكن يعيد نفسه مره ثانيه او امجاده ما اقول نفسه هو موجود لكن يعيد مجده من اول ليش اختفى طيب عن الساحه اناشدك استاذ احمد يعني ارجع للساحه انت لك معجبين في البحرين وخارج البحرين وعندنا السعوديه الفن الراقي هذا ما يندثر بسرعه ولا ينتهي بسهوله يعني انت بدا ينموه ويطوره يخمده لا احنا ما نرضى بشيء هذا اذا هو يرضى احنا ما نرضى ابدا نحبك يا سيد احمد نحبك فعلا اقول له كل عام وانت بخير وحشتنا ونبغى المزيد منك وحقيقه انت قدمت طول السنين الماضيه فن اصيل نعم يتواكب مع اصلا الكلمات واللحن الجيد شويخ من ارض مكناس وسط الاسواق يغني وش علي انا من الناس وش على الناس من شويخ من ارض مكناس وسط الاسواق يغني وش علي انا من الناس وش على الناس مني احنا جمهور من السعوديه وفنان قدير وننتظر اعماله الجايه ابو خالد هرم سواء قعد في بيته ولا طلع من قبل شاشه التلفزيون الشمس ما تغطب من خل ابو خالد الشمس اسلم على ابو خالد وصراحه يعني ابو خالد اسطوره غنائيه يعني يفخر فيها الخليج كله اقول لك كلمه واحده يا الزينه ذكريني ايش رايك في اللي قالوه اليوم ابو خالد حقك طبعا ترى هاي قطره في بحر احنا منتجنا التقرير ولو مخلينا بدون مونتاج يعني بيتجاوز وقت الحلقه كلها اصلا كلام الناس في حبك والله انا اشكر الاخوه على شعورهم الطيب وإحساسهم هذه بالأشياء اللي قدمتها وطبعا أنا موجود ولكن يعني شي يقولون يعني إحنا كان عندنا في البحرين شركة إنتاج قبل اللي هي صوت وصورة الله يرحمه أحمد جمال عقب ما توفى أحمد جمال توقفت نعم. اتجهنا للكويت للنظائر وتمت النظائر تنتج لنا وتوزع لنا لما سكت النظائر انتاج الغنائي نعم مو احنا بس حتى عبد الكريم عبد القادر في الكويت يشكي لي نفس الشيء يقول لي ما عندنا احد ينتج لنا ويوزع لنا احنا ما نقدر احنا عندنا الطاقه وعندنا كل شيء بس ما عندنا اللي ينتج لنا واللي يوزع لنا
يمكن انا كنت بسالك عن احد محبيك اللي كان عنده عتب عليك، اللي كان يقول لك يعني لا تغيب لانك توحشنا، وان غاب احمد الجميري ومن مثله ومن على شكلته من الفنانين الكبار والقديرين في الخليج، من راح يبقى على الساحه الفنيه؟ فاظن انك جاوبتني قبل لا اسال السؤال. والله ليش تقولها بحسره وبالم بخالد؟ اقولها بحسره والم لان للاسف، وهذه ملاحظه قديمة صار لها 10 سنين أو أكثر من 10 سنين. نعم. كانت التلفزيونات الخليجية هي اللي تنتج، هي اللي تأخذ الأغاني، تكلف المطربين يسجلون أغاني، وتصور لهم وتقيم لهم حفلات وتصورها وتذيعها. لما طلعت شركات الإنتاج الكبيرة صارت الشركات دي تنتج، وصارت لها محطاتها الخاصة الغنائية اللي 24 ساعة كلها أغاني، وتبث للمطربين اللي تنتج لهم، تسوق لهم، وتهدي هذه الأغاني إلى التلفزيونات العربية من غير تكلفة مادية. أوكي. فتعودت التلفزيونات، يعني حتى أنا تلفزيون الكويت قبل كان يسجل لي، يعني كان كل سنة أروح الكويت على الأقل يسجلون لي غنيتين ثلاث، قصدي تصوير يصورونه. لما رحت عقب ما اشتغلوا المحطات هذه، لما رحت تلفزيون الكويت وعارفهم زين يعني قلت لهم ابي تصوروا لي مثل قبل، يقول احمد احنا ما نصور، كل شيء لنا هديه، فاذا عندك شيء تجيبه هديه بنذيع لك. اوكي. يعني اسجلها على حسابي. صعبه. صعبه. يعني والملاحظ كذلك ان الشركات ذي من كثر ما تعرض اغانيها على محطاتها يتأثر فيها معدين البرامج في تلفزيونات الخليج. نعم. ويحطون نفس الأغاني ذي اللي يعتبرونها مشهورة وانشهرت وعلى طول يشوفونها في الشاشة فيكررونها في محطاتهم. فطبعا احنا ما عندنا حد ينتج لنا ولا حد ولا محطة تذيع لنا وكذا، فيعتبرون انه يعني هذا لنا الآن نجوم الساحة. لا، شاشة تلفزيون البحرين أكيد في خدمة كبار فنانين، وحضرتك على رأس القائمة أكيد، وإحنا نتشرف باستضافتك اليوم وفي أي برنامج تلفزيوني أكيد. أبو خالد، نبي نطمن الحين جمهورك يعني ومحبيك، وأنا دريت إن في عمل أنت قاعد تجهز له عن البحريني، إنش كثر البحريني يعمل بحب، كلمة حب اللي قلتها أول مقابلة، إنش كثر البحريني يعمل بحب في كل المجالات، ما عنده مشكلة في أي شغلة طالما هو بيشتغلها من قلبه وبيعطيها. نعم نعم، من قايل اشياء الكلام بعد ما يندرى. هذه اظن سر ولا ما بقوله عشان اسوي. يلا. هذه وزاره الخارجيه. نعم. يعملون سنويا مثل ما قالوا لي تسجيل عن البحرين، يقدمونه حق العالم كله، يعني ينشرون صورة البحرين في التسامح وفي الحب والإخاء بين أهل البحرين كلهم وبين المقيمين في البحرين. فعرضوا علي أن يبون يسوون شيء بصوتي أنا، فقلت لهم أنا اقترحت عليهم، قلت لهم عندنا البحريني يشتغل في كل شيء. صح. يعني البحريني المطرب، البحريني الوزير، البحريني اللي غسل سيارات، العامل اللي في قلبه مثلا صياد السمك، هذين كلهم انا بسوي لهم شيء، ان هذين كلهم بحرينيين، ان هذه يصيد السمك قهوه لكن عقب يطلع يشارك في مجتمعه ومع اخوانه من البحرينيين بجميع مذاهبهم. نعم. واتجاهاتهم وحتى السياسية أخوة، كلنا أخوة. فكنت قاعد أشتغل الحين على العمل ذي علشان فكرة وايد حلوة، فكرة وايد حقيقية. نعم. صراحة. نعم. طيب نبي نتكلم الحين عن أقرب عمل إلى قلبك، كل ما سمعته يوم بعد يوم يزداد فخرك فيه. أنا لعلمك كل أعمالي أفتخر بها، لكن في أعمال أحس
ان الاحاسيس اللي حطيت فيها وصلت للناس. فهذه تكون عندي عزيزة اقول اه وصلت. اذا فيه شيء، هذه يعني فيه شيء في الموسيقى حببت الناس فيها. في عندي أغنية عمل واحد عندي أغنية لا تصد هناك يا عمري دقيقة حق سمو الأمير خالد الفيصل. جميل، نقدر نسمع منها مقطع صغير؟ اي سم تفضل. تصد هناك يا عمري دقيقة، لا تصد هناك يا عمري دقيقة، العمر محسوب بحساب الدقايق، العمر محسوب بحساب الدقايق، في بحر عينك تبينت الحقيقة، في بحر عينك تبينت الحقيقة، كل موج تنقل لعيني حقايق، كل موج تنقل لعيني حقايق. سوت وسط قلبي لك طرايق، كم نفس في هوا عينك غريقة، كم نفس في هوا عينك غريقة، واشهد اني رحت من ضمن الغرايق، اشهد اني رحت من ضمن الغرايق. يسلم هالصوت، يسلم ابداعك يا ابو خالد. إنزين، من أكثر الأعمال المقربة إلى قلبك إلى أكثر عمل أنت نادم عليه؟ أدا نادم إنك صريح. ما علي، أنا مصر أبي أعرف. نادم عليه؟ أي، تمنيت إنك ما سويته. تمنيت ما سويته؟ لا، ما يعني مثلاً أنا لما غنيت خضر نشلك على عودك ونجحت نجاح كبير، واللي نجح فيها هي تقولين يا بعد شبدي واقول لك يا نظر عيني، واعرفك زين من محرق وسيف العين بحريني. حبيبنا الاستاذ راشد المعاودة سوى قصيدة. نعم، شوفوا يا ربي، على هونك على هونك على هونك، لا تمشي على هونك، ما لا نقدر على المشي ولا نظرة من عيونك. زين، عقب اللي يقول فيها على هونك يا بعد شبدي، كلام حلو بس يا بعد شبدي توني قايل انا الحين يا بعد شبدي واعيده هني. طبعا راشد صديق واستاذ وكبير. نعم، غنيت الأغنية ونجحت الأغنية على فكرة، بس أنا دائما
ما ابي اكرر، توني قايله بعد شبدي وناجحه، بعد اقول هني بعد شبدي، فكنت شوي يعني قلت اخ يا ريتني ما قلت. انا اقصد يا ابو خالد هني حضرتك تفضلت وتكلمت عن كلمات في عمل معين، انا اقصد عمل كامل. هل في عمل قدمته او شاركت فيه وندمت عليه؟ عمل كامل ايه ايه، عملت اغنيه مره حق راس السنه، نعم، بمشاركه فنانين اخرين معاي، وطلعت بصوره بالنسبه لي سيئه، وجمهوري وايد زعل مني وارسلوا لي هذه مستوى احمد الجميري يقول سوي كذي كذا، فانا وايد زعلت ان انا سويت الشيء ذي، يعني كان المفروض ما اسويه. تذكر اسم الاغنيه؟ لا والله ما تذكرها، احاول اشيلها من مخي. هاي التكنيك اللي بتعلمه هذه هو هي عن راس السنه يعني. مؤخرا يا ابو خالد في ذكرى وفاه العندليب الكبير عبد الحليم حافظ اديت اغنيه قارئه الفنجان، وانا ودي اليوم للمره الاولى ان حضرتك تغنيها لنا او تغني لنا طبعا مقطع منها عبر شاشه تلفزيون البحرين. حاضر. سم تحيه لنادي الخريجين واعضائه. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود، بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، قد تغدو امرأة يا ولدي يهواها القلب، هي الدنيا. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، قد تغدو امرأة يا ولدي يهواها القلب، هي الدنيا. الله يسلم صوتك، هاي أول مرة تغنيها على تلفزيون البحرين صح؟ هذه الأغنية أنا أحبها من أول ما طلعت، نعم، وأدور فرصة أن أنا أغنيها، اليوم أول مرة أتغنيها. الله ممتاز. مشاهدينا وقفة جديدة مع الكمان، من بعدها راجعين لآخر فقرات على الوتر، لا تروحون بعيد. Thank you.
في هذه الفقرة يا أبو خالد أطلب من ضيفي الكريم أنه يواجه نفسه في المرآة ويحاكيها. اليوم إذا طلبت من حضرتك أن أنت تشكر نفسك على شيء، على شنو راح تشكرها؟ وإذا طلبت منك أيضا أن أنت تعاتب نفسك على شيء، على شنو راح تعاتبها؟ أشكر نفسي على أني قدرت أوفق بين التزاماتي الفنية والتزاماتي العائلية والتزاماتي تجاه نفسي كترفيهية وبين أصحابي اللي تعرفت عليهم في الحياة. جميل، أنت تبي تعاتب نفسك على شيء؟ أعاتب نفسي على تضيع فرص كثيرة ضيعتها، ومن أهمها فنيا لحن من وديع الصافي، لحن من بليغ حمدي، لحن من سيد مكارم. أفا إيه والله. تسمح لي أسأل عن السبب؟ السبب إهمال مني، يعني عرض علي، مفروض أنا تابع معهم ما تابعت. يعني كان فيني أنا طول عمري فيني حياء، لما يطلب مني شيء كله لا يكون يجاملني، هذه يعني ليش عرض علي بيسوي لي زي، المفروض هو اللي لحقني مو أنا اللي لحقه، وهذه هاي التقصير مني. أخيرا، ما هو الوعد اللي توعد نفسك فيه على أن تلتزم فيه طول عمرك؟ ما حييت، الله يطول بعمرك إن شاء الله. طبعا الوعد اللي أوعد نفسي فيه فنيا أن أنا أحافظ على مستواي الفني، وأحافظ على رسالة الفن وأهداف الفن اللي تربيت عليها، وأكون إنسان طويل طول عمري ولا أترك أي أثر سيء في حياتي. الله يطول بعمرك يا رب، ويخليك لنا يا رب علم من أعلام الفن البحريني. تسلمي. أنا كنت جدا سعيدة باستضافتك اليوم أبو خالد. شكرا. واسمك راح يظل علامة جودة في الفن البحريني. شكرا. راح نبقى نراهن عليه. شكرا. يعني هاي تذكار بسيط بس يذكرك دوم بحبنا لك ويشهد على الحب. شكرا شكرا على الوتر، على الوتر، برنامج جميل ودم خفيف. شرف. وفي جديد حقيقة. شرفتني وكلامك. يعني أنس منه. الله يسلمك، وإحنا كنا سعيدين جدا باستضافتك. شكرا لكم وشكرا لتلفزيون البحرين. شكرا جزيلا يا أبو خالد في عيوننا. شكرا. إذن مشاهدينا، كانت هذه نهاية حلقة على الوتر لهذا اليوم. شكرا جزيلا إلى الأخ محمد نجيب من دروع المملكة، وإلى الأخ العزيز علي العليوي عازف الكمان. شكرا من القلب على شرف متابعتكم. ألقاكم الأسبوع القادم على ألف خير، في أمان الله.